أنا بالصف السابع. أنا بتوقع يا أصير يا صحفي يا محامي وأساعد الناس. I live in Jerusalem in Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah neighborhood. This is my father. Welcome. This is my library. We have a lots of books. This is my grandmother. ايش بدك تسوي لك بيضة هلا؟ أنا بعملها أنا بعملها. عارف محمد بتعرف كيف تطبخ؟ لا بعرفش كثير غلبة بس. يا الله. بيعمل هيك عشان احنا نجي نشغل له. إحراج هذا بيحرجنا. تيتا الله يسامحك. هذا البيت هو أنا انولدت فيه، هذا البيت عشت فيه، هذا البيت هو ذكرياتي، هذا هو بيتي، وهذا أبوي بناه في سنة 2000 وأجا القاضي الإسرائيلي سكره لمدة 9 سنين ودفعنا عليه 100,000 شيكل غرامة، وبعدين ب3/11 أجوا المستوطنين دخلوا فيه، وفي 1/12 صاروا إنه يقدروا يفوتوا عليه فعلياً. وكيف إنه إحنا ما قدرناش نعيش فيه عشان بلا رخصة، والمستوطنين بيقدروا يعيشوا فيه هو برخصة. فرجيني. This is my house. That day they came at 10 o'clock. I was in the school. My grandma was making coffee. One of the settlers come inside and knocked at the door and asked her, "This furniture for who?" She said, "Which furniture?" And she come out. امسكت هيك امسكهم انا دفعوني على ايدي ضربوني على ايدي حملوني نيموني بالمستشفى. When I come back to school I knew that my grandma in the hospital. I told them my grandma in the hospital, my grandma in the hospital. I was like screaming at the settlers and put on the doors, "We won't leave." I feel like anger. I feel so angry that day. At the night, they were putting music in celebration. "We took our house, we took our house." صار واعي، صار كرجل أكبر من سنه، صار يعني حائد عليهم. I hate them. I hate them for a reason, because they making our lives worst life in the world. لما أشوف الإسرائيليين بيجوا يظهروا معنا كانت أول ردة فعل إلي إنهم هدول يهود. كيف هدول يهود؟ هيك إنه أول مرة بشوفهم في حياتي إنه هدول يهود، كيف بيجوا بتضامنوا معنا؟ بآمن في هدول، يعني أحكي لك المزبوط ما بآمن فيه، لأنه يعني بده يتركوا شعبهم ودينهم ويتبعونا، ما أظن. What is voting there?
It says solidarity. Of Sheikh Jarrah. Solidarity Sheikh Jarrah against the fascism, and in Arabic, تدامن الشيخ جراح. I want a good one. Oh, thank you. مبروك. Like this is solidariot. 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 شيخ جراح. شيخ جراح. نجد. نجد ها فاشيزم. بول. Oh, I speak English. I speak Hebrew. Yeah, very good. بعدين فهمت انه هدول في اشي اسمه يسار ويمين، في اشياء انه وجهات النظر بتختلف بين الشعوب. اني نمצא كان كرجا كي الشخونه عצמה كذا ريكه وبعبر كشذا كرا ونצלו את זה بتم المتنخلين نצלו את זה שכולם יצאו מהשכונה כדי לעשות נזק. شايف الحياة بالشيخ جراح صعبة. كنا كل يوم نمرق عادي نمشي، هلا كل يوم نمرق بنطلع على البيت وكل واحد يعني عنده شعور. وكل يوم أنا بقول برك اليوم وبكره بيطلعوا من عندي، مش كان يطلعوا من عندي. רואה בזה המשך של המפעל היהודי-ציוני. המשך שיבת ציון. זה הכל. אנו אחדו בית אבני ואנה מהדד אלה לאיכלה, יעני. ומחדרין חלון אנו יחדו כמה לבית הדה ויעדו פי. ובעד מה יחדו הדה לבית, ואין בדנה נרוח? אול לי, ואין בדנה נרוח? מנה נועד בלחרה? اوكي كم هلا كل العيله عايشه 12 نفر انا وامي وابوي واخوتي ستي وعماتي الثلاثه واولاد عمامي التنين. بعد ما اخذوا الدار كنا دائما من اول متامنين انه رح ترجع الدار. اما هلا بقولوا اذا رجعت الدار مش لترجع الدار، يعني بدي أصير محامي، أتخصص محامي حقوق إنسان. هاي المستوطنين عايشين في الدار، أنا عندي أمل إنه أكبر وبالقانون أطلعهم.